للاسف احنا عندنا اكتر من اخوان مسلمين، اكتر من جماعه، انا بتكلم قبل 30 يونيو، الجناح المتشدد المتطرف اللي هو الذي يمثل تاريخيا النظام الخاص اللي كان ضده الاستاذ البنا وكتير من المرشدين فيما بعد، هو الجناح الذي انتصر. مستقبل مصر هو متعلق ايضا بمستقبل هذه الجماعه، ان احنا ننطلق من جماعه الاخوان المسلمين، هم ينطلقوا الى ما بعد جماعه الاخوان المسلمين، بغض النظر عن قرار مجلس الوزراء واعتبار الجماعه ارهابيه. ينبغي على العقلاء في جماعه الاخوان المسلمين ان يدركوا ان هم اللي محتاجين ياخذوا هذا القرار، مش الحكومه اللي تاخذ هذا القرار، وان هم ينتقلوا من حقبه الاخوان المسلمين الى حقبه ما بعد الاخوان المسلمين، او حقبه النظام الخاص الدموي الذي لا يحترم الاخرين، الذي اغرق الدنيا في مهالك عديده في دول اسلاميه عديده، ان هم يدخلوا الى مرحله ما بعد النظام الخاص. ما جرى استاذ خيري في المنصوره هو نتاج ذلك التحالف الفكري والسياسي للاسف الشديد بين الجناح الحاكم او النظام الخاص في جماعه الاخوان المسلمين وبين تيارات اكثر تشددا.